بسم الله الرحمن الرحيم. بقول الحمد لله على النقطة. كنا نأمل ان احنا ناخد الثلاث نقاط مباراة اسفي، ولكن ربنا ما أرادش. بقول الحمد لله، بشكر اللاعبين على المجهود اللي هم عملوه. كنا مغلوبين ورجعنا للمباراة، ولكن بتمنى التوفيق في الفترة الجاية. بشكر اللاعبين، الجمهور بشكره على حضوره، وبتمنى من الجمهور، هقولها المرة المليون والله، جمهور واتزم هو رقم واحد. لو واتزم عايزة تقعد في الدوري هتقعد بجمهورها، ولا هتقعد بالمدرب ولا باللعيبة ولا بأي حد، هتقعد بجمهورها. الجمهور في أماكن كتير بيبقى رقم 12، ولكن بشكرهم على حضورهم، وإن شاء الله نعوض التعادل دوت. الماتش الجاي إن شاء الله عندنا مباريات صعبة والبطولة كلها صعبة، ولكن بقول الحمد لله اللي احنا برضو خدنا نقطة، وإحنا كنا مغلوبين ورجعنا المباراة. ضيعنا فرص كتير بكل أمان، وزي ما بقول كنا نعمل إن احنا يكون عندنا حلول هجومية نجيبها بين الدورين، ولكن ربنا ما أرادش، ما كانش فيه نصيب إن احنا نجيب رأس حربة وواحد تحت رأس الحربة. ولكن الحمد لله إن شاء الله الفترة الجاية نكمل باللعبة اللي موجودة معنا، إن شاء الله لعيبة رجالة ويكون عند قدر المسؤولية إن شاء الله. شكراً.